السلام عليكم بنات كديري، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو من نهار جديد وفيديو جديد. مرحبا بكم الاصدقاء ديالي كاملين. جبت لكم اليوم واحد الفيديو اللي غادي يكون خفيف وظريف، غير ندير نفصل معكم غير في واحد المصغر كيفاش نتعرفوا على المرض ديال الصدف ديال قميجه او كسوه، وعلى السجفه اللي كنقلبوا لهذه الجهه. وهذه السجفه كتكون داخله حتى في التقويره، هذه اللبسه تكون عندها غير التقويره، ما غاديش يكون فيها لا كولوتي شي حاجه. كنديروا هنايا كنديروا هنايا اللبسه ديالنا اللي كبيره، كنديروا هنايا اكثر من هذا، يكون اكثر من 14 سنتيم هنايا باش يبقى لي. دابا نوريكم فين غادي يشيط لينا. هنا في المرض كنديروا سنتيم ونص تقريبا باش نديروا الصدايف عاديين، ما غاديش يكونوا لا كروازي لا حتى شي حاجه. هنا كنشيروا الكتف ديال اللبسه ديالنا، هنا كنهبطوا عندنا مثلا هنا 20، كنزيدوا 5 سنتيم كنتعرفوا على الصدر ديالنا فين كاين. بحال هكا القياس اللي درنا هنايا، بحال دابا درنا هنايا 20 سنتيم. هنايا غادي نديروا هذا غير مصغر البنات، ما تديوش عليه. هنا غنديروا 20 سنتيم هنا، وهنا كنهبطوا ب 25 سنتيم، كنزيدوا 5 سنتيم لاي مقاس عندك. 25 الا كان 40، ولا كان اكثر تزيد اللي كان قليت زاد في الكتف كنزيدو، انا نزيدو عليه 5 سنتيم. كنا نطراسيو الصدر ديالنا هنايا، هو هذا كنزلو هنا ب 15 سنتيم اللي هو هنا. هنا فاش كندخلو بسميتو كنطراسيو لي هونش ديال اللبسه ديالنا بحال هنايا. هنا كنديرو واحد الزاويه هنا، كنطلعو الكتاف هنا، كنخرجو بسنتيم تقريبا. تقدروا ديروا في الامام وفي الخلف، تقدروا ديروا غير في الامام. هنا كنطلعوا بثلاثة سنتيم لهنا، كنمشيو من الصدر حتى لديك ثلاثة سنتيم، وكنمشيو من ثلاثة سنتيم حتى لهذا 15، لهذا واحد باش دخلنا، وكنخرجوا الكتاف. هنا كنديروا ثلاثة سنتيم اللي كناخذوا العبارة من هنا حتى لهنا 3 سنتيم، من هنا حتى لهنا 8 ديال السنتيم، وكنلاقيو هذه النقطة مع هذه النقطة. دورة العنق كنزلو بجوج سنتيم بطريقة دائرية بحال هكذا. هنا كنلاقيو لي هونش مع الحزام، الحزام غادي نديروه مثلا هنا لي هونش هنا. هنا كان الى عندنا 30 في لي هونش كنديرو في الجلال 40 سنتيم، وكنطراسيو من الجلال حتى للحزام، ومن الحزام حتى للصدر. ها لي هونش الحزام الصدر، هذا هو المقاس ديالنا. غادي نفصلو وغادي نرجع معكم باش نتعرفوا على السجفة ديالنا. هنا غير باش ما يجيني الفيديو طويل، هنا فصلنا هنا التركيز ديالنا، قطعنا حتى لتحت. بقى لينا دابا هنايا غادي نديو الجناب الوسط كما كندير معكم دائما حتى كنشوفو هذا، لان غير بياسه صغيره. المهم الا كنتو غديروا الكبير هنا تطيحوا 4 سنتيم، ولا كديو الجناب الوسط بحال هكا. هنا هذا ما تديوش عليه، غادي نهضر لكم عليه. هنايا غادي نطيحوا الكتاف، نطيحوا الكتاف 3 سنتيم كما قلت لكم في الاول. هنا كنجمعوا كلشي، كنجمعوا السجفه وكنجمعوا الربوعه ديال القدام والطرف ديال الخلف. اللي ولف كيفصل في الكبير تيجي الصغير. دابا هذا دابا هو الطرف ديال السجفه ديالنا، هي هذه، وهذا هو المرض ديال اللبسه ديالنا. شنو كنديروا؟ كناخذوا المقاس ديال 6 سنتيم من هنا حتى نوصلوا الصدر حتى لهنا بهذه الطريقه حتى لهنا. كنشوفوا الكتاف ديالنا، نصف الكتاف ديالنا هنايا كنخرجوا بحال هكا. كنخرجوا السجفه ديالنا بحال كما كتشوفوا، كنجي كنقادها من هنا هكذا، كنحيد هذا الخلف اللي كتشوفوا بحال هكا، وكيبقى ليا هذا، كيبقى ليا بحال هذا لصق في هذا. كيفاش كندير دابا؟ غادي نطويه بحال هكا، وغادي نصوب التقويره ديالي كما العاده عادي، وكتكون كيكون السجفه او الطبطين ديالها منها. كنجمعهم بربعه ديال الطروفه، كنجمع السجفه وهذوك الربوعه ديالنا، هما هادو كما كتشوفوا معايا. الا غنخيطوهم كنديروا بحال هكا، كنخيطو هنا وكنخيطو هنايا
الطرف ديال الخلف هو هذا البنات، والطرف ديال الامام هو هذا. نخلي هذا مقلوب باش يبان لكم السجفه كي جات. كنتمنى هذا الفيديو عجبكم، الى عجبكم بهذه الطريقه الى جيت الى تفهموا بهذه الطريقه احسن من الناس سميتو، نخدمها معكم مره اخرى في شي موديل اخر. هذا دابا ديك سنتيمونس هي هذه، هاد القياس باش كتبان لكم ها هي باش طلعت من هنا، شفتوها؟ يعني تكروزا سنتيمونس على سنتيمونس كيعطينا 3 ديال السنتيم من هنا حتى لهنا. هنا بغينا كنديرو التقويره ديال الكل كنديروها، بغينا التقويره ديال سميتو كنديروها. كنتمنى هاد الفيديو عجبكم، واللي عجبته القناه ديالي اشترك معايا في القناه وفعل الجرس باش يوصلكم الجديد ان شاء الله.